ألف مبروك يا سيادة المستشار. أهلا أهلا، مين؟ أيمن بيكلمني ولا مين؟ لا أنا مجدي عبد الغني يا سيادة المستشار، ومعايا طبعا الكابتن أيمن يونس جنبي بيبارك لحضرتك برضو، والكابتن مدحت شلبي كمان. ربنا يخليك. أستاذ مدحت والمجموعة بتاعت مودرن كلها والله كتر خيركم يعني. ربنا يخليك، أداء رائع النهاردة في الحقيقة. ربنا يوفقنا دايما للخير ويوفق مصر ويوفق الكورة المصرية. وبرضو أنا بجهزها فرصة بأني يعني فريق الناشئين إن هو حاز على البطولة وكده، ربنا يوفقنا ويفرحنا كلنا ان شاء الله. بنقول لحضرتك اداء رائع النهارده في الحقيقه مع ثلاث نقاط مهمين جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بالتوفيق يا جلال بيه، بالتوفيق والف مبروك. شكرا يا كابتن ميديا، انت وشك حلو دايما والله. ربنا يخليك يا جلال بيه. يعني حقيقه يعني شعورك الطيب اللي معانا، واشكرك على الكلمات الطيبه اللي انت قلتها في بعض الناس اللي اتكلموا يعني. ربنا يخليك يا جلال بيه. جدا جدا يعني، ده يدل على شجاعتك يعني. الله يخليك يا جلال بيه، كتر خيرك والف مبروك. الف الف مبروك.